زي ما قلنا هم في حراسة المرمى محمود الغرباوي، في حراسة المرمى هو اللي هيبدأ بكرة عشان أحمد عادل عبد المنعم وحصل على كارت أحمر. الأربعة اللي في خط الدفاع محمد عبد الجواد لعيب صغير في السن وده نقدر إن احنا نستغله، ثغرة برضو دفاعية، عنده مشكلة كابتن رضا شحاتة في الباك اليمين من أول السنة ساعات يجرب كذا لاعب فعنده أزمة في الحتة دي، فاللعيب اللي هيلعب بكرة جناح شمال نقدر إن احنا نستغل الجبهة دي. الاثنين المساكين محمود الجزار ومحمد نجيب، أنا بشوف إن الجونة عنده مشكلة في العمق الدفاعي، العمق الدفاعي أكتر مشاكل الجونة اللي بتواجههم. عمر السعداوي الباك ليفت اللي ماشي بشكل كويس في الفترة الأخيرة، الاثنين الارتكاز العربي بدري طبعا لاعب النادي الأهلي، وناصر ناصر رقم 19 لعيب من الشباب برضو الممتازين. نيجي لصانع الألعاب عمرو بركات قدامهم، إسلام عبد النعيم جناح يمين، عموري اللي كان بيلعب في الإسماعيلي وطلائع الجيش رقم 8 بيلعب جناح أيسر، وقدام كريم الطيب مهاجم أسوان السابق والمميز جدا بسرعاته والكرات العرضية. أعتقد أن بكرة كابتن رضا شحاتة هيلعب بدفاع منطقة وهيحاول يعتمد على الهجمات المرتدة من خلال، يعني لو شفنا من خلال إسلام عبد النعيم في الناحية ديت، ومن خلال برضو عموري المميزين جدا بالاختراق للعمق، وطبعا سرعات كريم الطيب المهاجم السريع جدا والمميز جدا بالرأس بضربات الراس، يعني اعتقد ان هو هيلعب دفاع منطقه ويحاول يقفل المساحات. وخطوره الجون يا كابتن اسلام من اول الموسم في الضربات الثابته، اكتر فريق سجل اهداف من ضربات الثابته فريق الجونه، حتى الهدف اللي جابوه فينا الدور الاول في المباراه اللي انتهت 1-1 كان محمد نجيب في الدقيقه 83 او 84 من ضربه راس. طيب كريم، كيفيه بدء الهجمه بالنسبه للجون؟ طبعا يا كابتن اسلام نادي الجونه واحد من الانديه ضيعت علينا نقطتين في الدور الاول، ربما فريق كان سهل جدا جدا ان احنا ناخد ثلاث نقاط، خصوصا ان احنا متقدمين بهدف بتاع طاهر محمد طاهر وبعدين ضيعنا كم هائل من الفرص ضاع قفشه وحسين الشحات. لكن خلينا نبص كابتن رضا شحاته مع عقليه لعيبه نادي الجونه بيعملوا ايه دايما. نادي الجونه في تحضير اللعب بنشوف برده نفس بنى اللعب اللي على الارض، فتح الملعب دي الاسترتش، وبنشوف برضو هنا النادي الاهلي في اللعبه دي كان عامل ضغط عالي، ولكن نشوف هنا ازاي نادي الجونه. انا هنا عاجبني قرب المسافات ما بين اللعيبه، نبص هنا المساحه اللي موجوده يا كابتن اسلام في خيارات التمرير كتير، بنشوف مثلا هنا في خيار تمرير، هنا في خيار تمرير، وهنا كمان في اختيار للتمرير، وبالتالي هنا بتتكلم ان اللاعب قدامه اربع فرص للتمرير، وده بيبين لك قد ايه اللعيبه بتلعب على سيستم مدير فني قريبين من بعض في بناء اللعب، رغم ان النادي الاهلي نادي كبير بيعمل عليهم ضغط عالي لكن بيعرفوا يطلعوا بالكوره. نكمل الهجمه ونشوف نادي الجونه ازاي قدر ان هو يطلع بالهجمه بشكل جيد، وصل لنص ملعب النادي الاهلي. وهنا انا ببص نفس النقطه اللي كنت بتكلم عليها، ان احنا واحنا بنضغط لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين التحليق وما بين الضغط. احنا هنا بنضغط في اللعبه دي، ولكن لو بصينا على اللاعب ده هنلاقي النهارده عمرو بركات لاعب عنده مساحه فاضيه تماما للتمرير، وبالتالي ده بسبب ان احنا لما عملنا الدبل بريس رحنا بس ما خدناش الكوره. وانس ان اللاعب خد قرار بالدبل بريس لازم تعمل حاجه من اتنين، هتاخد الكوره هتوقف بفاول اللي انت بتفتح وراك مساحه كبيره، ودي واحده من النقط اللي بيعتمد عليها نادي الجونه. نبص برده على لعبه اخرى ونشوف نادي الجونه وهو بيحاول يطلع بالهجمه بشكل قرب المسافات شيء مهم جدا 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 في نادي الجونه، وبنشوف اللعيبه ازاي معتمدين وما عندهمش اي قلق خالص ان هم يطلعوا بالكوره، حتى بيرجعوها للحارس حتى لو فشل في الكوره دي، ولكن بتكلم على الخيار نفسه عند اللعيبه ازاي النهارده بقدر ان انا اخرج بالهجمه. ونقطه مهمه جدا برضو كنت عايز اقولها في النقطه اللي قالها احمد، نادي الجونه السنه دي احرز 33 هدف، 10 منهم في الشوط الاول، 23 هدف في الشوط الثاني، وده يبين لنا ان عقليه الفرقه في الشوط الاول عقليه حذره، ما بيهاجموش، بيعملوا الشكل اللي احنا شفناه ده، بيقعد يدور الكوره وبيزهقك في اللعب وبيدافع بشكل كويس جدا ولياقيا كويس انه بيقدر يحرز في الشوط الثاني 23 هدف، وبالتالي ربما فرصتنا في الشوط الاول انك تحاول انك تعرف ان النادي الجونه مش هيهاجمك في الشوط الاول، ولكن هو بيبقى رد فعل اكتر ما بيبقى فعل. نروح لهجوم الجونه ونشوف ازاي نادي الجونه بيهاجم او بيستخدم ازاي الهجمات.
الهجمات المرتده او حتى ان هو يخطف الكوره ويضغطك من نص ملعبك. الكوره دي كانت هجمه المفروض للنادي الاهلي اتخطفت واتحولت لهجمه مرتده ونفس المساحه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. هرجع بس هنا عشان اوريها تاني للساده المشاهدين وهي اثبات للفكره اللي كنت بتكلم عليها في الوضع بتاع تحضير اللاعب عند نادي الجونه. هنا الكوره كانت مع لاعب الجونه وفي ثلاثه من نادي الاهلي ضغطوا على حامل الكوره ولكن مش واخدين بالهم ان في مساحه فاضيه وراهم وبالتالي هنا الدبل بريس او التريبل بريس حتى ما جاش بنجاح او ما جاش بنجاح لان الكوره تحولت لعموري اللي قدر ان هو يطلع المساحه والهجمه اتبنت وبالتالي ما دام المنافس وصل للمساحه دي انا في وجهه نظري ان هو نجح في الهجمه بتاعته. وبشوف واحده من النقط اللي بتثبت كلام احمد ان نادي الجونه بيعتمد على الهجمات المرتده وعشان كده لازم في بدايه الشوط الاول وجهه نظري ان احنا نخلص المباراه من الشوط الاول ما نعملش زي مباراه الدور الاول بنستنى الشوط الثاني. نادي الجونه اول ما بيلاقي نفسه متاخر ومعاه حتى ربع ساعه او 10 دقائق نادي الجونه احرز السنه دي 15 هدف يا احمد في الربع ساعه الاخيره من مبارياته. اكتر من نص يعني اكتر من 45% من الفرقه عندها لياقه بدنيه عاليه وكتوتال 23 هدف يا كابتن اسلام في الشوط الثاني بس. يعني ده نسبه كبيره جدا بتبين ان احنا قدام فرقه فعلا بتقف على رجلها لغايه الدقيقه 90. احمد مشاكل العمق الدفاعي في الجول نتكلم بقى زي ما قلت لحضرتك اللي عندهم مشكله واضحه في العمق الدفاعي. هنبص على اول حاجه بص دي حضرتك قفشه بص ما فيش ضغط عندهم مشكله في الزون 14 نكمل بس بص حضرتك هنا بقى طبعا لعيبه النادي الاهلي في الدور الاول لما كانوا طبعا بكامل لياقتهم البدنيه سرعه استعاده الكره الثانيه. بص اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله ضغط هنا على طول. بص هتلاقي هنا اكرم توفيق بيستعيد الكره الثانيه بمنتهى السرعه من يعني مجرد ان هم بس قطعوا الهجمه اكرم توفيق دخل معاهم وقطع الكوره اهو واحنا قطعنا الكره والتحول. بص بقى الكوره مشكله العمق الدفاعي هتتضح اكتر في اللعبه دي. انت عملت تمريرات بتحاول ان انت تجيب ثغره وتخلق مساحه اهي وقف بس. بص حضرتك ادي قفشه تمام وادي حسين الشحات دايما بيتحرك فين في المساحه الموجوده ما بين المساك اليمين والباك الشمال اللي هو عمرو سعداوي ادي المساحه اللي ما بينهم فواضحه جدا فضيت. كمل تمام فدي كل يعني بص حضرتك ادي هنا نفس المشكله اللي بتكلم فيها اللي هي الزون 14 واللعبه الثانيه اللي هي المساحه الموجوده ما بين لازم تستغل المساحه الموجوده ما بين المساك والباك بكره. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك دي استعادة الكره الثانيه اعتقد ان يعني الورك ريت بتاعنا قل شويه ولكن واضح جدا المشكله. بص بيحاول يقول له الموديل المساك اللي هنا بيقول له قرب شويه ما بيقربش المشكله واضحه جدا. وقف اهي حسين الشحات بيقطع ودي ميزه يعني شفنا اهداف كتير من المساحه اللي هي الموجوده ما بين المساك الشمال وما بين الباك الشمال. كمل بس دي اهي ما بين المساك والباك وادي قفشه بيتحرك حسين الشحات بيقطع في المساحه دي مهمه جدا بكره ان احنا نستغل المساحه دي قدامنا ايه على الشاشه ما بين الاثنين. نكمل الفيديو هنلاقي طبعا هو حسين الشحات اهدرها ولكن مهم ان انت مهم في فكره الفيديو اللي هي المساحات الموجوده المشاكل العمق الدفاعي وادي عاده ثانيه برضو بتوضح نفس المشكله. نكمل برضو المشكله الثانيه اهي نفس الفكره برضو تمرير طولي. بص يا كابتن اسلام ادي رامي ربيعه بيعمل التمريره الطوليه. بص رغم ان الاثنين طوال القامه يعني محمد نجيب ومحمود الجزار الاثنين طوال القامه ولكن الكره عدت منهم وراحت لحسين الشحات برضو كانت هتبقى جول. فنفس المشكله مشكله رغم ان الاثنين طوال القامه ولكن واضح جدا مشاكل العمق الدفاعي الموجوده عند فريق الجونه. تمام عندكم حاجه ثانيه في بالنسبه للجونه؟ لا احنا كده تمام. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا. انا بشكرك جدا يا كريم بشكرك جدا يا احمد على وجودكم معانا. ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا في مباراه النادي الاهلي ومباراه الجونه.